أهلا بكم في حلقة جديدة من كشك الصحافة والتي نطالع فيها. أستاذ جامعي بصنعاء يقرر العمل على دراجة نارية لإعالة أسرته. صحيفة الأيام تتابع رحلة أشجار أبيان المعمرة من المساحات الخضراء إلى أسواق الفحم. ومن الجارديان البريطانية: الأزمات الداخلية هي هاجس النظام الإيراني وليس الخوف من ترامب. أهلا بكم إلى جولتنا اليومية بين أهم ما تداولته المواقع الإخبارية، ونبدأ اليوم من أكثر الأحداث انتشارا وهي قصة أستاذ جامعي تعقدت حياته المعيشية. فماذا فعل؟ يقول الموقع بوست: أكاديمي بجامعة صنعاء يقرر العمل على دراجة نارية لإعالة أسرته. وقال الموقع بوست إن أكاديميا يمنيا بجامعة صنعاء قرر العمل على دراجة نارية لكي يعيل أسرته بعد انقطاع الراتب لمدة عامين كاملين نتيجة انقلاب الحوثيين. وقال الأكاديمي اليمني المعروف دكتور عادل الشجبي أستاذ علم الاجتماع بجامعة صنعاء، قال إنه بدأ في تعلم قيادة الدراجة النارية استعدادا للأيام السوداء القادمة إذا استمرت الحكومة برئاسة أحمد بن دغر في عدم صرف المرتبات. وظهر الدكتور الشرجبي على الدراجة النارية في أحد شوارع صنعاء استعدادا للعمل بها. وكان الشرجبي وأساتذة جامعة صنعاء قد وجهوا مناشدات عديدة للحكومة الشرعية بعدم بصرف رواتبهم ولكن دون جدوى. يشار إلى أن الكثير من أساتذة الجامعات اضطروا للعمل في مهن شاقة، والبعض منهم غادر اليمن بسبب توقف الرواتب جراء انقلاب الحوثيين. واضطر بعض أساتذة الجامعات للعمل في مهن بسيطة كسائقي أجرة أو باعة قات أو في نقل أحجار البناء أو في معامل للطوب. إلى أبرز وأهم عناوين الصفحة الأولى من صحيفة أخبار اليوم الصادرة في مأرب، وعنونت الصحيفة: رئيس يحاول احتواء توتر في المهرة إثر احتجاجات على تجاوزات التحالف. وفي الصحيفة أيضا: أنباء عن تغيير وزاري مرتقب في وزارة بن دغر، وعنوان: التحالف يجبر طائرة للصليب الأحمر على الهبوط في مطار جازان. ومن العاصمة المؤقتة: تصاعد حمى الاغتيالات يؤكد فشل المنظومة الأمنية. ومن ذات المدينة: تجار في عدن يشكون احتجاز بضائعهم بالميناء ويحملون الحكومة مسؤولية تلفها. لماذا يقتلنا الجنوبيون؟ سؤال وجهه إلي سائق دراجة نارية من أبناء تهامة استأجرته بالأمس صوب منزلي. أحسست بسؤاله كصفعة قوية تنزل على وجهي وتلجم لساني عن الإجابة. هذا ما كتبه أحد الصحفيين في عدن، ويضيف محمد فضل مرشد في مقال نشره موقع عدن الغد. ماذا يحدث يا عدن؟ نازحون أبرياء لا حول لهم ولا قوة، ألقوا بأجسادهم المنهكة في داخل دوار جولة القاهرة في الشيخ عثمان، وافترشوا أرضك يا عدن، وتلحفوا بسمائك، وغطوا في نوم عميق، وهم يحلمون بأن تعوضيهم قليلا من الأمان الذي سلبته منهم الحرب في تهامة. وبدلا من أن تمنحيهم حلمهم البسيط، مزقت أجسادهم النحيلة قنبلة. نعم، قنبلة ألقيت عليهم غدرا وظلما وإجراما، وقتلت بوحشية اثنين منهم، وأصابت عددا آخر منهم بجروح بليغة في واقعة لم تستهدف فقط نازحين أبرياء، بل واستهدفت كل عدن بماضيها وحاضرها وقيمها وأخلاقياتها التي ترفض العنصرية ومن يدعو إليها ويحرض على قتل النفس التي حرم الله. الإجرام الذي يمارس الآن ومنذ 3 سنوات في عدن بأشكال وطرق متعددة، ويطال ضحايا من أبناء المدينة ومن إخوتنا النازحين إليها من المحافظات الشمالية المنكوبة بالحرب. جميعها جرائم لم تعد أهدافها خافية على أحد، ومن يقف خلفها بات الجميع يعلمهم. وأبدا لن تتحقق مساعيها الرامية إلى تركيع الجنوبيين بإرهاب الاغتيالات والعنف وضرب الخدمات وتعطيل المؤسسات الإرادية وعرقلة الجهود الشاقة التي يبذلها الرئيس عبد رب منصور هادي لاستعادة الدولة وفرض هيبتها، وقد بدأ المواطنون يلمسون أثرها على أرض الواقع بعدن.
لم يعد للرئيس السابق صالح أي ذكر في المحافظات التي كانت حاضنة لشعبيته الكبيرة، فقد قام الحوثيون بإلغاء ومحو كل ما يمكن أن يذكر السكان في المحافظات الواقعة تحت سيطرتهم به. هذا ما قاله تقرير نشره موقع يمن مونيتور بعنوان: بعد أكثر من نصف عام على مقتله، كيف يمحو الحوثيون ملامح صالح؟ يفيد التقرير كانت صور صالح تنتشر في معظم السيارات وواجهات المنازل والشوارع والمحلات التجارية، وكان شعار حزبه المؤتمر الشعبي العام يوزع على هيئة أعلام وملصقات، لكن بعد مقتله على يد الحوثيين في ديسمبر 2017 لن تجد لصالح صورة واحدة. يقول التقرير إن كثيرا من زعماء حزب صالح بدلوا ولاءهم للحوثيين بعد نحو شهر من مقتل صالح، وتم تعيين هيئة جديدة لرئاسة الحزب برئاسة صادق أمين أبو راس. يرى التقرير الذي أعد من العاصمة صنعاء أن ميليشيات الحوثي التي أزالت صور صالح بشكل كامل من العاصمة خلقت زعيما جديدا لها قتل بغارة جوية للتحالف، وهو رئيس ما يسمى بالمجلس السياسي الأعلى صالح الصماد. وتظهر صور الصماد في معظم أحياء ومباني ومحلات العاصمة، إضافة إلى اللوحات الإعلانية الكبرى. كيف تحاور شعبويا؟ هكذا يتساءل رئيس وأستاذ علم الاجتماع في مدرسة هيرتي للحكم في برلين هيلموت أنهير في مقاله المعاد نشره في الغد، مضيفا: من المؤكد أن أولئك الذين في اليسار واليمين المتطرف لا يتناقشون مع بعضهم البعض، فكل طرف يفضل أن يلقي خطابه على جمهوره الخاص، وذلك من خلال فقاعات وسائل الإعلام، حيث لا يوجد طلب كبير على مناقشة حقيقية للآراء المتعارضة. يبدو أن العديد من قادة المؤسسات في الوقت الحاضر الذين يطلق عليهم النخبة المناصرة للنظام الديمقراطي الليبرالي يعتقدون أن مخاطر التعامل مع شخصيات متطرفة كبيرة للغاية. إن المزيد من التعرض يعني المزيد من الشرعية، لكن هذا الموقف هو في حد ذاته محفوف بالمخاطر، حيث تمت ترجمته إلى تغاض متعمد عن التغييرات الاجتماعية التي عززت الإيديولوجيات المتطرفة، والذي يعتبره الكثيرون موقفاً متكبراً. على سبيل المثال، فقد أكدت المرشحة الرئاسية الديمقراطية الأمريكية هيلاري كلينتون على أن نصف أنصار منافسها دونالد ترامب هم عبارة عن مجموعة من البائسين. لا يمكن للمرء ببساطة أن يتخلص من المتطرفين. إن السماح للحركات المتطرفة بتنفيذ نهجها كما قال البعض هو أمر متهور وخطير، نظرا إلى الأضرار التي سيسببونها قبل أن يفشلوا. وللوفاء بمسؤوليتهم باعتبارهم مسيرين للمصالح العامة، يجب عليهم تجنب النخبوية وإيجاد طرق فعالة تسمح بمزيد من المشاركة البناءة بين المجموعات المتنوعة، بما في ذلك والذي سيكون صعبا للغاية الحركات المتطرفة والشعبوية. يجب على المدافعين عن الديمقراطية الليبرالية التحدث مع الشعبويين ليس لتغيير رأيهم، وإنما لجعل الشعب يدرك طبيعة وموقف كل طرف. نعم، قد يدل هذا على إعطاء الشعبويين مزيدا من الأهمية، وذلك يخاطر بتطبيع الآراء المتطرفة، لكن التهديدات المرتبطة بالمجال العام المنقسم على نفسه والتي أثبت المتطرفون أنهم بارعون في استغلالها أكبر بكثير. الحرب لا تنتهي بمجرد نفاذ ذخيرة المدفع، بل تمتد تبعات المعارك طويلا. ففي محافظة أبين لا وجود لدوي القذائف، لكن الكثير من مظاهر الحياة مهددة. صحيفة الأيام تركز في تقرير على ما يعرفه أبناء أبين بالنفق الأخضر، وهو عبارة عن نفق طبيعي أخضر يقع غرب العاصمة زنجبار بين منطقتي المسيمر والكود بالمحافظة، وتلتقي فيه أغصان الأشجار المتواجدة بجانبي الطريق لتشكل لوحة جمالية. تقول الصحيفة إن الإهمال وقلة الوعي باتا يهددان هذا النفق الأخضر بالزوال، نتيجة لقطع أغصان وفروع أشجار وارفة الظلال واستخدامها كأعلاف للأغنام أو تقطيع أصولها للحطب. وقال مدير عام مكتب الزراعة والري بالمحافظة حسين الهيثمي: لاحظنا في الآونة الأخيرة إهمالا وغير مبالاة من بعض المواطنين والمزارعين، بل وصل الحد بأن يتجرأ البعض بقطع الأشجار الكبيرة في النفق الأخضر. إذا استمر هذا الفعل فسيأتي يوم
ينتهي فيه، يضيف أنه تم توقيف المعتدين وأخذت منهم التزامات بعدم معاودة الفعل مرة أخرى، ولا نتمنى تكرار هذا العمل، وإذا ما عادوا سيتم ردعهم من قبل السلطات المحلية والأمنية في المحافظة. الإعلامي حلمي فتيني قال إن الكثير ممن لجأوا لقطع الأشجار يستخدمونها كحطب أو فحم لبيعه في الأسواق، مطالبا باتخاذ عقوبات رادعة ضد كل من يقدم على ذلك. إذا بعد الفاصل سنعود لمتابعة أبرز ما أوردته الصحف العربية والعالمية، ابقوا معنا. أهلا بكم من جديد، جولتنا نبدأها في الصحافة العربية والعالمية من صحيفة العربي الجديد، حيث تتحدث الصحيفة عن ما أعلنته منظمة اليونيسف حول انقطاع المياه الصالحة للشرب عن أكثر من 10,000 شخص في محافظة صعدة، نصفهم من الأطفال. وأعربت المنظمة عبر موقعها الرسمي على تويتر عن استنكارها لتعرض مشروع للمياه حيوي ومنقذ للحياة في اليمن للهجوم من جديد هذا الأسبوع في صعدة، وأشارت إلى أن المرفق الضخم للمياه أصبح أكثر من نصفه مدمرا الآن، ما أدى إلى انقطاع المياه الصالحة للشرب عن 10,000 شخص و500. وأوضحت اليونيسف في تغريداتها أن الوصول إلى المياه في اليمن أصبح تحديا ضخما بالنسبة لملايين الأطفال، لافتة إلى أن أكثر من 5,000 طفل تضرروا بسبب تعرض مشروع المياه للهجوم للمرة الثالثة على التوالي. وفي مطالعتنا اليومية للصحافة الفرنسية، تابعت صحيفة لوفيغاغو الحادث الإرهابي الذي شهدته العاصمة المؤقتة، وعنونت الصحيفة الفرنسية: اليمن قتلان في تفجير انتحاري. وقالت الصحيفة استنادا إلى وكالات إخبارية: فجر انتحاري نفسه على دراجة نارية بالقرب من سيارة تقل قائد قوة محلية تدعمها دولة الإمارات العربية المتحدة. التفجير أدى إلى مقتل شخصين وجرح 6 جنوب عدن. وفقا للصحيفة، فلم تعلن جهة مسؤوليتها عن الهجوم بعد، وقد تسبب بمقتل امرأة كانت في مكان قريب والجندي الذي كان يقود السيارة، وأصيب الأشخاص الأربعة الآخرون داخل السيارة كما أصيب مدنيان. تتحدث الصحيفة الفرنسية عن القاعدة التي قالت إنها عززت نفوذها في اليمن لا سيما في الجنوب في أعقاب الفوضى التي أثارتها الحرب، وقد استفادت مجموعة جهادية أخرى من عدم الاستقرار السياسي والأمني الحالي لكسب موطئ قدم في البلاد. لن أفقد الأمل، إنها سوريا العظيمة وليست سوريا الأسد. كانت هذه العبارة آخر ما كتبته ميس كاف على صفحتها الشخصية في فيسبوك قبل رحيلها منذ يومين، وكأنها تسلم جمهورها راية الثورة من بعدها. هكذا بدأ عمر بقبوق مقاله المنشور في العربي الجديد مضيفا: سواء كان سبب وفاة مي نوبة قلبية كما أفادت الأخبار الأولية، أو بفعل فاعل كما تحوم الشكوك، فإن هذا أو ذاك لن يقلل من حجم المأساة ولن يخفف مرارة الألم. فرحيلها في المنفى بعيدا عن سوريا التي أحبتها، وحرمانها من حقها بمعانقة تراب الوطن الذي حاربت من أجل حريته، يمثل الجانب الأكثر قسوة في هذه المأساة. إنها المأساة التي تتكرر كل مرة، ففي حقبة حكم الأسد الأب والابن تم تهجير عدد كبير من الفنانين والأدباء ممن أعلوا صوت الحق وعبروا عن معارضتهم، وقضى هؤلاء نحبهم في منافيهم الاختيارية، كما حدث مع الشاعر نزار قباني الذي قضى نحبه سنة 1998 في مدينة لندن التي أمضى فيها آخر 15 عاما من عمره، بعد أن حرم من دخول الأراضي السورية، وبقي حب الوطن مغروسا في قلب شاعر المرأة والوطن، فأوصى قبيل رحيله بأن يدفن في مدينة دمشق التي ترعرع بها. ولم يتمكن من العودة إلى مسقط رأسه إلا بعد أن وافته البنية، حيث استجابت السلطات السورية حينها إلى طلب قبان الأخير ووافقت على نقل جثمانه إلى دمشق ليدفن في مقبرة باب صغير، بعد أن جاب جثمانه شوارع دمشق بحضور جماهيري حاشد قابله حضور أمني كثيف. لكن تلك الرفاهية التي تنعم بها بعض الفنانين والأدباء المعارضين في حقبة حافظ الأسد المتمثلة بالعفو عنهم بعد الموت
والسماح لأجسادهم بالنوم في حضن الوطن لم ينعم بها الفنانون المعارضون في حقبة بشار الأسد. فمنذ أن اندلعت الثورة السورية سنة 2011 توفي العديد من الفنانين والأدباء في منافيهم ودفنوا فيها. نشرت الجارديان مقالا لعلي أنصاري أستاذ الدراسات الشرق أوسطية في جامعة سان أندروس البريطانية، يؤكد فيه أن الأزمات الداخلية المتزايدة هي الهاجس الأكبر للنظام الإيراني في الفترة الحالية وليس الإدارة الأمريكية كما يرى الكثيرون. ويرى أنصاري وفق ترجمة البي بي سي أن تأثير دبلوماسية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عبر ساحة وسائل التواصل الاجتماعي يتمثل في خلق المزيد من الحرارة أكثر من الضوء، مشيرا إلى أن حملة التغريدات الأخيرة بخصوص إيران تدلل على أن ترامب يتصرف كما يتوقع منه وليس هناك أمرا غريبا. ويوضح أنصاري أنه رغم الصمت الذي استقبلت به إيران تغريدات ترامب إلا أننا يمكن أن نتوقع أن الرد سيأتي قريبا عن طريق تصريحات من الحرس الثوري الإيراني أو المرشد الأعلى والمسؤولين في الخارجية خاصة عبر حساباتهم في مواقع التواصل الاجتماعي. ويشكك الكاتب في الربط بين المواجهات الكلامية بين واشنطن وطهران وقيام المحافظين بتوسيع سلطاتهم في إيران، مؤكدا أن إيران تواجه أزمات داخلية متفاقمة بسبب المشاكل البنيوية في الاقتصاد الإيراني ونقص الاستثمارات في قطاع البنية التحتية والذي يتمثل بشكل أقوى في أزمة نقص المياه. تصبح الطبيعة أحيانا قاتلة للإنسان وهذا ما حدث في اليابان كما أوردت صحيفة البيان، حيث أدت موجة حر غير مسبوقة في اليابان إلى وفاة 65 شخصا على الأقل خلال أسبوع، فيما صنفت وكالة الأرصاد هذه الأحوال الجوية غير الاعتيادية بالكارثة الوطنية. وقالت هيئة إدارة الحرائق والكوارث في بيان إنه في الأسبوع المنصرم قضى 65 شخصا على الأقل جراء ضربات الشمس، فيما نقل 22,647 شخصا إلى المستشفيات. أما في اليونان اجتاحت الحرائق محيط العاصمة اليونانية وقتلت 74 شخصا، فيما أعلنت الحكومة حالة الطوارئ في المنطقة واستجابت عدد من الدول الأوروبية لنداء الاستغاثة. وبدأت أكثر الحرائق التي تضرب اليونان دموية منذ سنوات بالقرب من أثينا، حيث اندلع حريق في غرب أثينا بالقرب من بلدة كينيتا، واندلع حريق آخر في مدينة رافينا الساحلية القريبة. وتكافح طواقم الإطفاء حرائق عدة قرب أثينا. وأوضح الناطق باسم الحكومة أن معظم الضحايا حوصروا في منطقة ماتي على بعد 40 كيلومترا شمال شرقي أثينا داخل منازلهم أو سياراتهم، مشيرا إلى وجود أكثر من 104 جريح 11 منهم جروحهم خطيرة. إذن لم تمضي أشهر على طي صفحة أزمة العمالة بين الفلبين والكويت كما يقول موقع شبكة البي بي سي، والتي انتهت بتوقيع وزير الخارجية الكويتي ونظيره الفلبيني اتفاقا لتنظيم شؤون العمالة حتى عادت الأزمة من جديد، بعد أن وصفت خبيرة التجميل الكويتية سندس القطان الاتفاق بالمسخرة. وكانت القطان قد نشرت مقطع فيديو لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي انتقدت فيه عقود العمالة المنزلية الفلبينية لتضمنها يوم راحة أسبوعيا واحتفاظ العاملة بجواز سفرها وغيرها من الأمور. تصريحات سندس أغضبت رواد مواقع التواصل الذين اتهموها بالعنصرية واعتبروا تصريحاتها بعيدة عن الإنسانية، ووصف البعض منهم تصريحات القطان بالمثيرة للإشمئزاز، وطلبتها مجموعة المهاجرين الدولية بالاعتذار العلني. إذن شهدت مختلف مناطق العالم كوارث طبيعية من الارتفاع الشديد في الحرارة والذي أدى للوفاة كما في اليابان، وإلى الحرائق التي التهمت غابات في اليونان بالإضافة للفيضانات وبعض الصور الأخرى نتابعها من صحيفة الجارديان بجولتنا المصورة لهذا اليوم.
نتابع أبرز ما عبر عنه فنان الكاريكاتور وقد تم نشره في عدد من الصحف. بهذه المجموعة من الصور ورسوم الكاريكاتير نكون قد وصلنا إلى ختام حلقة اليوم. إلى اللقاء.